والآن مع المناجاة، المناجاة إلى الله عز وجل، المناجاة إلى ملك الملوك. حتى وإن بدت السماء بعيدة إن الذي فوق السماء قريب، فارفع يديك إلى الإله مناجيا إن الجروح مع الدعاء تطيب. ومع الدعاء والمناجاة إلى الله لفضيلة الشيخ عمر عبد الرحمن نصر، فليتفضل مشكورا. المولى جل وعلا أن يمن علينا وعليكم بالخير دائما، وأن يرفع البلاء عن العالم أجمعين إكراما لحضرة النبي صلى الله عليه وسلم. ونسأل المولى جل وعلا أن يمن علينا وعليكم بالخير دائما يا رب العالمين، اللهم أمين. وكل عام وحضراتكم بخير جميعا، وكل عام وأهالي مدينة جرجة مركز وبندر طيبين، ورمضان كريم علينا وعليكم أجمعين، وكل سنة وحضراتكم طيبين جميعا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا إله إلا الله وحده لا شريك لك، عفوك ورضاك يا عفوك ورضاك يا رب، يا رب عفوك ورضاك والجنة وحسن لقاك يا اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واحفظ مصرنا يا رب، يا رب احفظ مصرنا وطهر بلدتنا يا رب، يا ربي من كل الأمور تضايقا لم تفرجها بفضل واسع إلا وعنا من سواك يفرج. رمضان أقبل يا أولي الألباب، رمضان رمضان أقبل يا أولي يفرحوا، هيا
يسعد فذاك شهر الصيام رمضان أقبل يا أولي الألباب رمضان أقبل يا الباب هيا افرحوا هيا افرحوا فذاك شهر الصيام شهر به القرآن شهر شهر به القرآن شهر فيه التهجد بالقرآن فافرحوا وسعدوا فذاك شهر سيدي يا رسول الله سيدي يا حبيب الله أنت الحبيب ما تصلى على حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وكلنا لك نعشق ولطيب وصلك يا سيدنا النبي دائما نتشوق حزت الملاحة والفصاحة كلها حتى إذا خاطبت أبك ما ينطق صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم نرفع ونكف الضراعة إلى الخالق عز وجل حيثما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما يستقبل شهرا وحينما يستقبل هذا الشهر الكريم كان ينظر إلى الهلال ويقول له ربي وربك الله هلال يمن وخير فاللهم أهله علينا باليمن والخير والبركات فنرفع ونقف الضراعة في هذه الأوقات المباركة إلى الله عز وجل لعله يقبلنا ويرفع الهم والغم عن العالم أجمعين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في كل وقت وحين اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت اللهم اكفنا شر السلب بعد العطاء والحرمان بعد الرضا والحرمان بعد الرضا اللهم أهل علينا هذا الشهر باليمن والخير والبركات اللهم أهله علينا باليمن والخير والبركات اللهم إنا قد اشتقنا لبيتك الحرام فردنا إليه مردا جميلا اللهم إنا اشتقنا إلى المساجد يا رب فردنا إليها و
وارفع الوباء والبلاء يا رب العالمين، وارفع الوباء والبلاء يا رب العالمين، وارفع الهم والغم عن العالم أجمعين. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا ودعاءنا وركوعنا وسجودنا وصالح أعمالنا يا رب العالمين. اللهم احفظ أهلنا في شتى البلاد يا رب العالمين، واصرف البلاء عن العالم أجمعين، ورد جميع المغتربين من كل البلاد يا رب العالمين. اللهم ردهم سالمين غانمين يا رب العالمين، وحافظ عليهم واحفظهم بحفظك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك في هذه الساعة المباركة أن تفرج هم مصر وجميع العالم أجمعين، وترفع البلاء والوباء عنا يا كريم، ولا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا يا أكرم الأكرمين، ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت يا رب علينا قادر، والطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم اجعلنا من عتقاء هذا الشهر الكريم. اللهم إنك قلت يا رب العالمين أن كل يوم لك عتقاء من النار، فاجعلنا منهم. اللهم اكتبنا من عتقاء هذا الشهر الكريم، واعتق رقابنا يا رب العالمين من النار، واعتق رقاب آبائنا وأمهاتنا من النار، واصلح جميع شباب المسلمين، واصلح جميع نساء المسلمين. اللهم يا رب اصلح شباب المسلمين أجمعين، واصلح فساد قلوبنا يا رب العالمين. اللهم إنا نعلم أننا قد قصرنا في حقك فسامحنا، وإنا نعلم أننا قد أخطأنا كثيرا وضيعنا حقك يا رب فتجاوز عنا، ونعلم أننا قد ضيعنا كثيرا من الفرائض والصلوات فلا تحاسبنا. اللهم لا تحاسبنا إن نسينا أو أخطأنا، وانظر إلينا بعين رضاك يا رب العالمين، وارحمنا بكرمك وعفوك وجودك يا أكرم الأكرمين، وحرم على قلوبنا وعلى أجسادنا وعلى وجوهنا النار يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا العمل خالصا لوجهك الكريم، واجعله يا رب دائما متصلا بفضلك وكرمك يا رب العالمين. اللهم لا تجعل في مجلسنا ولا مستمع لنا ولا مشاهد لنا شقيا ولا محروما. اللهم لا تجعل فينا ولا حوالينا ولا مستمع لنا ولا مشاهد لنا شقيا ولا محروما. اللهم يا حنان يا منان من علينا برضاك،
اللهم يا حنان يا منان من علينا برضاك وسامحنا إن نسينا أو أخطأنا وتجاوز عن سيئاتنا. اللهم أحسن ختامنا وختام جميع المسلمين واحفظ البلاد يا رب العالمين واحفظ أمنها يا أكرم الأكرمين ووفق ولاة أمورنا يا رب العالمين. اللهم وفق أطباءنا يا رب العالمين وحافظ عليهم يا رب العالمين واحفظهم من هذا الوباء يا رب العالمين واحفظ أهلهم يا أكرم الأكرمين ووفق جميع ولاة أمور المسلمين أجمعين واحفظ أمننا وشعبنا وأهلنا وجيشنا يا رب العالمين بفضلك وكرمك وجودك يا أكرم الأكرمين. اجعل هذا الشهر شهر خير علينا يا رب العالمين اجعل هذه الأيام أيام خير يا رب العالمين حقق جميع آمال المسلمين يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. نسأل المولى جل وعلا أن يجعل هذا الشهر خالصا متقبلا وبارك الله في جميع من ساهم. وأود أن أشكر خاصة ما نحن في بيته ورحابه حقيقة هم إخوتي وأصدقائي وأقولها أمامكم وأمام المشاهدين أجمعين فهم أصحاب فضل علي الأستاذ صديقي المحترم الأستاذ علي ثابت والأستاذ هاني ثابت رحم الله أبيهم وجعله في أعلى عليين وجعل هذا العمل خالصا لوجهك الكريم يا رب العالمين. كما أود وأتقدم بخالص شكري لأخي وصديقي البشمهندس محمد شلبي وفريق عمله الرائع الذي ساهم في إخراج هذا البث وإبداعه. فنسأل المولى جل وعلا أن يمن علينا وعليهم بالرضا يا رب العالمين. كما أتقدم بخالص شكري لجميع من نقل وأجساد المشاهدين جميع من شاهدونا وجميع من لبوا فضيلة الشيخ حاتم الحرزاوي الإنسان الخلوق المحترم الذي أشرف أن أقول أنه من الأشخاص المحببة لقلبي وإن دل فيدل على كرم أخلاقه. كما أشكر أستاذنا فضيلة الشيخ عمرو الزيات وجميع صفحاتنا صفحة مدريد جرجة شكرا لها ولحاضريها ولمن حضر عنهم شكر لهم جميعا ولصديقي وأخي أستاذ محمد عبد الجواد صفحة جرجة الآن وجميع من شارك وأخي وصديقي المحترم الأستاذ عبد الغني البنداري الذي أسأل المولى جل وعلا أن يجعلنا إخوة متحابين في الله عز وجل لا نبغي رياء ولا نبغي نفاقا ولا نبغي ظهورا ولكن إنما وهو إن دل فيدل على كرم أخلاقه. كما أشكر ضيافة أخي وصديقي الأستاذ علي الذي هو بمثابة أخ لي وأقولها أمام الناس أجمعين هو صاحب فضل علي وعايز الكلام ده يعني يعلم الله فهو خارج من القلب إلى القلب. كل عام وحضراتكم جميعا بخير واللهم يا ربي من علينا بالرضا وعاملنا بما أنت أهله ولا تعاملنا بما نحن أهله. وشكرا لكل الأشخاص وكل الأطفال وكل الناس والسادة المشاهدين والنعم طبعا ونرحب بالحج شلبي يعني ده شرفنا وإن دل فيدل على إنما هو بركة هذه الجلسة بوركت بتشريف الحج شلبي ربنا يبارك فيه. ونسأل المولى جل وعلا أن يبارك في صحته وعافيته ويبارك في أولاده وزريته وكل عام وحضراتكم جميعا بخير. حفظ الله مصر وحفظ الله شعب مصر وأطباء مصر وجيش مصر وداخلية مصر ورئيس مصر. كل سنة وحضراتكم طيبين جميعا ورمضان كريم علينا وعليكم جميعا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.